اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده خليها سمك، ولما نقول خليها سمك اكيد بفكر تاني وبطعم تاني. معانا السمك الفيليه القشر البياض اللي هو خالي من الحسك او الشوك، هنعمله مشوي. مشاكلنا مع السمك الفيليه لما بنشويه يا شيف مغازي بيلزق مننا في الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه. هنشويه ازاي ويطلع معايا سليم ازاي وياخد فليفر الزبده مع الليمون؟ هنشوف الكلام ده مع بعض. معانا جندوف الاسكندراني. الجندوف الاسكندراني مشهور في بعض المطاعم، بيتعمل بالتومه بالكزبره، بياخد الطعم بياخد كريمه. تعالوا نشوف نعمل شويه جندوفلي ازاي، ونتكلم عن الجندوفلي نخلص من الرمله والطينه اللي بتبقى موجوده، اللي ممكن واحده بس منه تعكر مزاجنا وتبوظ علينا قيمه ماليه كتيره قوي. الجندوفلي بتاعنا اللطيف الحلو ده كده. معانا تونه غنيه باوميجا 3، وكلنا عارفين التونه اكله المكرونه المشهوره بها الرجاله لما يخشوا المطبخ نتيجه العزوبيه، مسافر قاعد لوحده، فاسهل حاجه يجيبها علبتين تونه، يا اما ياكلهم بسلطه يا اما يعملها مكرونه. فتعالوا نعمل المكرونه النهارده بفكر مختلف، هنعملها مع الخضار، نشوف نعملها مع بعض ازاي، وهنستخدم المكرونه الاسباجيتي. مكرونه اسباجيتي بالتونه بالتاكيد مع المغازي لها طعم تاني. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره، والاكله النهارده طعم فوسفوري وشكل فوسفوري وقيمه غذائيه عاليه جدا، وخاصه اوميجا 3 اللي بتساعد على محاربه الزهايمر يعني النسيان. سمك فيليه قشر بياض مشوي، تعالوا نشوفه مع بعض هنشويه ازاي. ومشكلتنا مع الفيليه بيلزق في الطاسه وعلى الجريلا، وكمان ما بياخدش الطعم وساعات يبقى فيه زفاره. المقادير على الشاشه، سمك فيليه كميه حسب عدد افراد الاسره، ممكن كيلو نص كيلو ممكن ربع كيلو قطعتين، اشتري زي ما انت عايز. ومعانا طبعا توم وعصير ليمون وزيت زيتون وزعتر وروزماري وزبده. هنشوف مع بعض ازاي، تعالوا مع بعض، سهله جدا خالص ونشوف مع بعض. اول حاجه بنتبل السمك الفيليه تتبيله قويه ويقعد في المريني ده ساعه زمن. حلو الكلام. تعالوا نعمل المرينيه بتاعنا مع بعض. عصير ليمون حلو كده زي الفل، بنحط عليه زيت زيتون، امال الزبده مكانها فين؟ الزبده دي هتتحط عليه بعد ما يستوي. بنعمل صوص زبده بالليمون كده بيبقى لطيف وجميل، بينزل على المشويات ياخد مستردة. والمقادير على الشاشه، سمك فيليه قشر بياض، زيت زيتون، زبدة، زعتر، روزماري، ثوم، شوية الفلفل، شوية الزعتر، والزعتر بيدي فليفر حلو جدا في شوي الأسماك مع الروزماري. للأمانة كمان هحط شوية كركم، كركم صديق الأسماك، كركم بينقي الدم مفيد جدا وينشط الدوره الدمويه، الفليفر بتاعه مميز. دي الخلطه بتاعتنا، ننزل بالثوم زي الفل، ومعانا شويه زعتر، ده زعتر روزماري ممكن تزرعيه في البلكونه عادي، بتشتريه من عند السوبر ماركت متواجد دلوقتي في كل مكان. يعني دايما تخلي مطبخك فيه الفليفر الحلو ده من الزعتر والروزماري، مهم جدا على فكرة سواء تعملي أسماك سواء تعملي أي أكل. والزعتر الطازة الفريش ده بيعجبني قوي على فكرة، قوي في الطعم والفليفر، شخصيته قوية يعني. ده مهم جدا. شوية مكرونة حلوين ماشي، فراخ مشوية حلو قوي، حتة ستيك مشوية ماشي، ده زي الفل. دي التتبيلة بتاعتنا الجميلة. هنبدا ان احنا نقلبها كده، وناخد السمك الفيليه بتاعنا ده كده نغرقه فيها، يعوم فيها. حاجة كده توابل ما تلغيش ولا تخلي طعم السمك تايه. نعرف اذا كان ده سمك فيليه، سمك فيليه بولتي وهكذا. تتبيلة لطيفة زي الفل. نعوم السمك فيها كده. خدت لون ازاي؟ نفس القصة اهو، نفس الموضوع. في ايدك بقى تخليها سبايسي،
حسب الرغبة. وعلى فكرة دايما الأسماك من الحاجات اللي هي السهلة اللي تتسجل من اللي هي الأكل الصحي، يعني اللي عامل ريجيم ياكل السمك ده عادي. وصاني دكتور التغذية في ان انا ما اكلش دهون او ان انا اكل مشويات، يبقى سمك فيليه، وفي الحالة دي مش هنستخدم الزبدة في المقادير بتاعتنا، ولكن لازم نستخدم معلتين من زيت الزيتون. السمك اتبل زي الفل معانا بالشكل ده كده، نبص عليه اهو حلو. ده السمك الفيليه بتاعنا. عندنا جريلا سخنة شديدة الحرارة، بنعمل ايه عم بنشيل في الجريلا دي؟ بنسيبها تسخن جامد. على فكرة دي من عوامل نجاح اي مشوي بتعمليه، جريلا سخنة بتشوي برجر، بتشوي فراخ زي ما انت حابة، لازم الجريلا تكون سخنة. الفلفل ده كده عجبني قوي، باخده كده هدي فليفر حلو مع السمك الفيليه. وفرصة ان الفيليه هنا بيتبل وياخد وقته في المريني بتاعه بيشرب منه. على فكرة الانسجة بتاعت السمك من اسهل حاجة ان هي تاخد الطعم بسرعة، غير الفراخ غير اللحمة، يعني مش بنتبل شاورما احنا. الفلفل ده يتقطع كده، ناخده كده نقطعه ايه صغير. بناخد شوية الفلفل الحلوين دولت، رقم واحد طعم مميز قوي، رقم اتنين برزنتيشن كده في الايه في عملية الشوي، الموضوع بيتغير على طول مباشرة. حلو، عندنا الجريلا بتاعتنا سخنة، هناخد الجريل الحاجة بتاعتنا دي كده ونيجي هنا يا عم الشيف نشوي. خلي بالك بسم الله الرحمن الرحيم. نشوي ازاي؟ هناخد كده شوية زعتر من دول، يعني انت برضو ممكن تعملي الحركات اللي بعملها دي، خلي بالك هي مش مكلفة. بحطهم هنا في قلب الطاسة، وبحط في الطاسة دي يا عم الشيف شوية زيت. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف، ونشوي مع بعض كده. الله هو ده، موضوع مختلف خالص. دي لها مكان بينا؟ لها مكان زي الفل. شوط الصوص دول اخليهم ياخد وقته السمك كده زي الفل. شفت الصورة حلوة ازاي؟ هي بتتكلم عن نفسها. الصورة دايما وابدا مع المبدعين تعني مليون كلمة، وخاصة على شاشة القناة الأولى. حلو، سيبها تاخد راحتها خالص، ما تقلبهوش دلوقتي. نضافة أول بأول معانا زي الفل. الله، إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ ده السمك الفيليه بتاعنا، شوف الحلاوة دي كده، بص عليها. معانا زبدة، حلو، ونحط على الزبدة دي شوية زيت زيتون. ده بقى الطعم، الحلاوة دي، الحلاوة دي. حلو اهو، بنحط عليه شوية عصير ليمون. شوية عصير ليمون، بناخد ده كده الله عليك يا عم الشيف. خلص السمك، تعال نعمل مع بعض الجندوف الاسكندراني. خلص،
حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. خليها سمك النهارده بطريقه بسيطه بتكلفه قليله. علبه التونه في متناول الجميع، هتلاقيها في درج الثلاجه سايباها ونسياها. كيس مكرونه سباكيتي جبتيه، شويه كوسه مع شويه جزر، عملنا لوحه فنيه. عندنا شويه الجندوفلي الحلوين، نزلنا على حلقه السمك جبناهم، معلقه زيت زيتون مكعب من الزبده، عملنا شويه جندوفلي. الاطفال بيحبوه، الكبار بيحبوه، حاجه لطيفه وجميله، وعلى فكره ما فيهوش منه مشاكل، هو امن يعني ما فيهوش لا شوك ولا اي حاجه. معانا بقى السمك الفيليه الجميل اللي قدام حضراتكم ده كده، حاجه لطيفه وجميله. عايز ده شويه الرز البسمتي اللي من غير اي توابل، ودي الاكله بتاعته والعدل بتاعه. او تعمليه سندوتشات لاولادك في العيش الكايزر او العيش البتيبان عادي مع المايونيز او مع التوميه او الكاتشب. دي الطريقه اللي ممكن نقدم بيها السمك الفيليه. قصه ان احنا نقدم مع السمك الفيليه بقى خضار سوتيه والجو ده كده، ده رايح في سكه تانية. في قطعتين من السمك الفيليه شويناهم بطريقه لطيفه، هنا السمكيه شربانه من البيون او الفليفر او الميريني اللي انا تبلته فيه. بساطه سهوله مرونه، بنشوفها كل يوم على شاشه القناه الاولى، مش حرمينكم من حاجه، احلموا بس. حطوا ارائكم على السوشيال ميديا، على الصفحه الرسميه للقناه الاولى، صفحه اكله امي، تابعونا شوفوا عايزين ايه، واحنا نعمله لحضراتكم تاني يوم مباشره على طول. يعني نعمل الحاجه بطريقه بسيطه وسهله لكل اللي بيشوفونا، مش قصه تكلفه او غير تكلفه، قصه ان احنا نعمل شكل جديد باقل تكلفه ممكنه، ولكن كمان طعم جديد. رؤيه، فن، ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.